أنا والد الجريح بلال غسان الخالدي الذي أصيب بقصف صهيوني يوم الثلاثاء 12/11/2019. بناشد جميع المؤسسات والدول المحبة للشعب الفلسطيني ذات الاختصاص المساعدة على نقل ابني لاستكمال العلاج في الخارج، لأنه كان مصاب إصابة حرجة، وقاموا الأطباء ببتر قدميه وصال عينه اليمنى بسبب الإصابة، وكذلك عنده مشاكل في البطن والصدر. لذلك أناشد جميع المؤسسات والدول المحبة للشعب الفلسطيني ذات الاختصاص مساعدة ابني في نقله للعلاج.